بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة يا أخوان، أنا توني جاي من السفر أمانة، فلذلك سلمكم الله. أنا جيت وما حضرت أني أتكلم، لكن لا أستطيع أن أحضر في موقف مثل هذا ويكون مؤازرة للسيد الشريف أخونا الكبير الدكتور وليد الطبطبائي، ولا أن نقول يعني في حقه وفي مؤازرته بعض الكلمات، ولعل أصدق الكلام ما خرج عن عفوية. لذلك نبتدي بالقضية نفسها. يعني معلوم لديكم أن الدكتور وليد نزل هذه التغريدة وتم اعتقاله في صباح الجمعة على أساس أن هذه التغريدة فيها إساءة لولي العهد وأن هذه أخبار كاذبة، ولعل الإخوان فندوا في هذا الموضوع الكثير، ولن آتي بأحسن مما قالوا ولن أطالب بأقل مما طالبوا، لكني أقول من مصدر هذه الإشاعة أو هذا الكلام. ترى مصدر الكلام والحديث عن مؤامرة عن ولي العهد الكويتي ونية لإقصائه عن منصبه، أول من تكلم فيها بي بي سي العربية، وأفردت لها الحوارات يعني والندوات النقاشية، وتكلم من هم يعني من توافه الناس في هذا الموضوع إلا حكومة الكويت. لم تتكلم ولم تناقش ولم تفند ولم تبين، وكان هناك يعني انتقاد لها حتى من بعض الأخوة النواب في مجلس 2012، أن الآن هناك كلام وكلام جدي ومن قنوات عالمية ومؤامرات لإقصاء ولي العهد الكويتي. وينكم يا حكومة؟ ليش ما في تفنيد لهذا الكلام؟ ليش ما فيه يعني أي تصريح بهذا الصدد؟ وكالعادة يعني حكومتنا ما لا حياة لمن تنادي. فلذلك أنا أقول إذا بتحاسبون حاسبوا البي بي سي العربية، شوفوا منو المصدر اللي قالهم وحاسبوه. أما الدكتور وليد فما قاله نابع من إخلاصه لهذا البلد ومن حبه لولي العهد الشيخ نواف الأحمد. لذلك أنا والله مثل ما قال الأخوان لا أرتجي الكثير من هذه الحكومة، وأعلم أنها تكاد تكون مسيرة في كل أمورها ولا تملك حتى اتخاذ القرار، لكني أوجه الكلام من هذه الديوانية المباركة ومن هذا الجمع الطيب إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد نفسه، وأقول له هذا الكلام والحرص على أن يبقى الشيخ نواف في منصبه صدر من شخص محب وأنت تعلم ولا أهلك. فلذلك يا أبو فيصل، إذا كنت ترى أن الدكتور وليد تطاول عليك فاترك يأخذ جزائه في القضاء، وإن كنت تعلم أن ما أصدر هذا الكلام إلا من نية صادقة ومن إخلاص لك ومن حرص على شخصك الكريم وبقائك في مركز القرار وفي سدة الحكم، فإحنا نطالبك باسم كل هؤلاء المجتمعين أن ما تتركه يحاسب ويعامل بهذه الطريقة الفجة اللي أساءت لنا ككويتيين. مثل ما قالوا الأخوان، التفرقة يا أخوان والانتقائية وسوء تطبيق القانون هو اللي زعلنا، ولا تختبرون صبرنا، يعني غيرنا هددكم. وسبحان الله، يعني نتكلم الليل والنهار بالولاء لهذه الأسرة ولنظام الحكم، وغيرنا يهدد بالمسير إلى دار سلوى، ونتكلم عن استقرار الكويت وحب الكويت، وغيرنا يضرب في سياسات الكويت وحلفها الإقليمي والخليجي وبعدها الاستراتيجي، ثم نعامل هذه المعاملة. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ حنا اللي حريصين على بلدنا، ولا اللي مثل الكلب المسعور في القنوات ينابح دون ميليشيات إرهابية صنفتها الأمم المتحدة؟
ويسوق دموع التماسيح عليها ويسوق الضمانات للنظام الإيراني. لذلك إذا احنا نتكلم عن إيران، أنا أقول لكم شنو إيران، وأثني على ما ذكره الأخ عبد اللطيف العميري من قضية أن القضاء الكويتي هو اللي يعني اعتبر إيران عدوة. ولنبدأ بتاريخ إيران. إيران من أول ما ابتدأت تاريخها السياسي وهذه الثورة المشؤومة، أول ما ذكرت أنها ستسعى لتصدير الثورة على مرأة ومسمع من العالم أجمع. وأنا أقول يا أخوان، هل إيران بمقدراتها واللي أنا أعتبرها نمر من ورق، هل إيران يعني تختلف كثيرا عن إمكانيات تركيا ولا باكستان ولا أذربيجان ولا مصر ولا السعودية؟ كل هذه الدول لا تقارن فيها إيران، لا من اقتصادها ولا من تسليحها ولا من عتادها ولا قوتها العسكرية. لكن ما شفنا القلاقل من هذه الدول، بل كانوا دائما حريصين على أمن الإقليم والمنطقة والأمن والسلم الدولي. أما هذه الجارة، سبحان الله، من جواسيس وعملاء وخطط بشهادة القضاء الكويتي وبحكم التمييز، ثم بدال نتعامل على هالأساس ونحترم قضائنا نذهب للتطمين بأن هذا بس مجرد قضاء، ترى بس مجرد حكم، يعني ما يعبر عن حكومة الكويت، هذا مجرد حكم خرج. وحنا ماضية علاقاتنا الطيبة لن يهزها شيء مع إيران، أكيد ما يهزها شيء. إذا أكبر من هذا المؤامرة وما تنتفض، سبحان الله، شنو بتنتفض عليه؟ إذا مثل هذا المخطط ما أثار الحمية في نفسك، وحنا نستشهد بالبحرين على صغر حجمها إلا أنها عرفت عدوها من صديقها وتعاملت على هذا الأساس ووقفت ند، لأنها تعلم لا يمكن أن تصافح اليد اللي تحمل الخنجر لتطعنك، لأن مجرد قربك لها مكنتها من طعنك. فإيران عدوة بشهادة القضاء الكويتي، لذلك لا يجب أن يكون الكلام عن إيران خط أحمر. فيا أخوان، القضية الأخرى اللي بتكلم عنها، وضعنا الآن، وضعنا السياسي الآن ووضع الكويت، ولماذا هذا يعني الاستهتار بالتعامل مع الناس، ولماذا هذا التعامل يعني باستخفاف تام مع الشعب الكويتي؟ يعني أنا أمانة قالوا لي شباب إنه ليش أنت مو قاعد تكتب تغريدات عن الوضع السياسي هذا؟ فقلت لهم يا جماعة، إحنا فعلنا كل ما نستطيع، كل ما هو بأيدينا من أدوات دستورية وأدوات أخلاقية وأدوات اجتماعية حتى نصلح الخلل، لكن الأمور ماضية وسائرة في نفس الطريق مع الأسف. لذلك حنا ما لنا حل إلا ننتظر الفرج من رب العالمين، أن يفرج على هذا الشعب، وأن يعني يسخر له من يحترم آراءه ويحترم دستوره ويحترم قوانينه، وفعلا يثبت الشعب الكويتي قبل أي ناس آخرين حرصه على هذا الوطن وحرصه على أمن الكويت. والأخوة من اليوم والله يأشروا لي، لكن أنا لا يمكن يعني أن أفوت فرصة وناصر فيها هذا الرجل اللي نصر دينه قبل وطنه، ونصر وطنه قبل أسرته، ونصر مجتمعه قبل نفسه، الدكتور وليد الطبطبائي اللي ركب سفينة الحرية لفك الحصار عن غزة، ووقف مع أخوانه المضطهدين في سوريا، وتكلم بالصوت العالي وبجرأة في زمن كثر فيه الجبناء مع الأسف. لذلك نطالب حكومة الكويت أن تفرج عن السيد، عن الدكتور وليد الطبطبائي، تراعي فيه أهل الكويت، تراعي فيه نسبه الشريف وصلته بجده رسول الله،
وأن تراعي أيضا قوانينها وقضائها. لذلك الشكر لكم موصول يا أخوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.